respiratory distress. Respiratory distress أعزائي هو اضطراب النفس عند الأطفال، وطبعا اضطراب النفس مؤدي إلى معرفة مشاكل كبيرة عند الأطفال، ولكنها تتضح بوضوح في اختلاف واضطراب النفس عنده والأسسمنت كذلك. أعزائي respiratory distress إذا ترك دون معالجة ربما يؤدي إلى respiratory failure then cardiopulmonary arrest والوفاة، يعني إن التوقف النفس والقلب ويؤدي إلى الوفاة. early recognition and intervention is vital، يعني الاكتشاف المبكر له يكون أفضل وما يؤدي إلى معالجة المشكلة قبل وقوع الكارثة. وهنا طبعا في عندي mild اللي هو respiratory distress، تاكيبنيا، تاكيكارديا، ديفوريسيز طبعا للتعرق الشديد، paleness of skin، mucous membrane، وهكذا. طبعا عندما نرى هذه العلامات المبكرة نبدأ في عملية المعالجة ولا ننتظر إلى الانتقال إلى مرحلة أسوأ. أما moderate respiratory distress اضطراب النفس المتوسط، أي يبدأ في الصعوبة ينتقل من المايلد إلى المودريت، في عندي فليرنج تجنيه الأنف، ريتراكشنز دخول السكن إلى الصدر أو تسفيق الصدر بنسميها جرانتينج، هاي كلمة جرانتينج معناها أو وصفها، ويزنج الصفير، تشينج إن لانج كاباسيتي، anxiety, agitation, irritability, confusion, mood changes. طبعا الاضطرابات بصير عند الطفل بصير يخبط، بصير لانه مضطرب نفسه، headache, hypertension, mottled وكول extremities لانه الجهد الكافي بس بروح الدم فيه على القلب والدماغ والاعضاء الحيويه فما بيصلش الاطراف. هذا بالنسبه للمودريت. اما اذا انتقل من المودريت الى السيفير وهنا الكارثه، البروجريشن تو ريسبيراتوري فيلير، ممكن نحصل ل اللي هو ثبوط في الجهاز التنفسي والوصول ربما الى الموت. فبنتقل من تاكيبنيا وتاكيكارديا الى براديبنيا وبراديكارديا، وبصير عندي بالور، وندخل في سيانوزز، انكزايتي، اجيتيشن اند لثارجي، الهزال العام والتعب العام والارهاق العام، انكريز افورت، الجهد بزيد ولكنه في النهايه سيقل كانه يصارع الموت، ديكريز بريث ساوندز، النفس تبعه بقل، وديكريز اوكسجين ساتوريشن، وربما يؤدي الى الفيلير الخطير والموت. ريسبيراتوري ديستريس انكريز ريت افورت اند نويز اوف بريث ريكويرز ماتش انرجي but still in a state of compensation. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له قوة للتعويض في داخله، ولكن هذا الريسبيراتوري ديستريس والفيلير ممكن يؤدينا الى اللي هو هدر الطاقة في عملية الاضطراب والنفس، فلازم احنا نريح المريض على اساس نقلل حرق طاقه، لانها تحتاج الى اكسجين اكثر، تحتاج الى ايفورت اكثر، تحتاج الى جهد اكثر، وهذا طبعا الكومبنسيشن في الابا في الاذر سيستمز في البادي بيعملوا على اساس انه يريحوا الجسم، ولكن لابد من التدخل من الخارج من الطواقم الصحيه. ريسبيراتوري فيلير إذا تبع الريسبيراتوري ديستريس يكون عندي برادبنيا وبيريوديك أبنيا، توقف في النفس، فايلينج هارت ريت، براديكارديا، وفي عندي الموفمنت اوف ذا تشايلد ات ويل ديمينيش، تقل لو اوكسجين ساتوريشن، بقلنا نسبة الأكسجين، وكذلك يرتفع اللي هو البي سي او 2 ثاني أكسيد الكربون، وبصير عندي سيانوزز. الآن هاي مشكلة بتأثر على القلب. Most cardiac problem is children are respiratory problem. معظم مشاكل القلب تأتي من النفس أولا. فالكارديوبالمونري arrest diminished breathing وصير البيبي هكذا وبتوقف النفس أحيانا leading to asystole توقف القلب يتبعه كذلك. أما respiratory failure slow or absent، يعني كان slow or absent للrate of breathing weak breathing or no effort او ما في جهد عند البيبي، زي الصوره اللي الموجوده امامكم، الاطراف سينوز، البيبي مش قادر، منهك، مهدود خالص، وفيري كويت، فايلينج تو كومبنسيت، مش قادر يعوض النفس اللي راح منه ليعوض الاكسجين
فالينج ويطرد ثاني اكسيد الكربون العالي، فبصير مسميها دي كومبنسيشن، وهذا يجب التدخل بسرعه، وربما نحتاج الى ميكانيكال فنتيليشن على الجهاز الصناعي التنفسي وهكذا. اخواني في الكلينيكال مانيفيستيشنز للريسبيراتوري فيلير اند imminent respiratory arrest اللي هي طبعا الوصول الى توقف النفس خالص وربما توقف القلب ايضا والموت. الفسيولوجيكال جايد عندي في the initial signs for respiratory failure، طبعا لابد اني انا اكون عارفها من البدايه عشان اقدر استطيع التدخل، مثل الريزيستنس، تاكيبنيا، تاكيكارديا، ديافوريسز، التعرق اللي قلناهم في السلايد السابق. Early decompensation. Early decompensation طبعا احنا قلنا انه الاعضاء الجسم من العضلات والجهاز الكلية وكذلك بحاولوا يعوضوا اللي هو ايش الفارق في النفس في يعني تفاعل فسيولوجي رائع بتقدير الله، ولكن ربما يحصل عدم القدرة على ذلك، فهذا يؤدي الى الاستمرار في الفشل والوصول الى الارست. نيزل فليرينج، طبعا لما نشوف النيزل فليرينج معناته الوضع خطير. ريتراكشنز اللي هو دخول السكن الى داخل القفص الصدري من الريش، بيبين انه داخل السكن لجوا زي الهيكل العظمي، نسميها ريتراكشن. جرانتينج، ويزينج، انكزايتي اند اريتابيليتي، وهذه طبعا ممكن تظهر اول الاعراض انه الطفل مضطرب. مود تشينجز، بصير يزعق ويصرخ وعصبي حتى عند الكبار. هيديك وهايبر تنشن، ممكن نشوف عنده ضغط عالي جدا. وكونفيوجن، بصير في غير الوعي اللي يتكلم وممكن يهدي احيانا. هذا مدعاة اذا لم يكن هناك تدخل في الديكومبنسيشن من الخارج بجهاز التنفس الصناعي، لانه الجسم مش قادر يعمل شيء ولا الاكسجين الخفيف قادر يعمل معاه شيء، لانه الكومبنسيشن التعويض مش نافع. فممكن ندخل في اللي هو السيفير هايبوكسيا اند ايمينانت ريسبيراتوري ديث، في عندي ديسنيا، بريديكارديا وبريديبنيا، وكذلك في عندي بصير سيانوزز وستيوبر اند كوما، وممكن طبعا يسبقها اللي هو فتيج نزال لو اكتيفيتي، والطفل مرهق ونائم وكانه بيقول انه كويس، ولكن طبعا السينوز بيكون خطير ايضا. السلام عليكم. اما بالنسبه للديبث اند لوكيشن اوف ريتراكشنز، ريتراكشنز يعني هي دخول الجلد اثناء النفس الى الداخل زي ما انتم شايفين في الصوره، في عندي سب ستيرنال تحت اللي هو عظمة القص، وصب كوستال تحت اللي هو الريبس من تحت زي ما انتم شايفين في زي الراسم مثلث تحت الحجاب مثل الحجاب الحاجز. انتر كوستال بتوين ريبس اللي هو ما بين عظام الريش تبعت الصدر، وسوبرا ستيرنال فوق عظمة القص تحت الرقبة، شايفين زي كيف عامل الزاوية، وكذلك اللي هي سوبرا كلافيكولار فوق اللي هو عظمة الترقوة، وهذه مؤشرات خطيرة. الإفورت الجهد اللي بيبذله اللي البيبي أثناء النفس، في إنه جرانتينج مثل أو النيزل فليرينج تجنيح الأنف مما يدل على زيادة نسبة الهواء التي يحتاجها الطفل. سيسو ريسبيريشن، بصير يتنفس اللي هو البطن عكس اللي هو الصدر وبنسميها البارادوكسيكال بريثينج. هيد بوبينج، الرأس تنزل إلى أسفل، وهذه المؤشرات كلها مع بعضها تعني أن هناك حالة خطيرة جدا ويجب التدخل، وربما نحتاج إلى مجهود كبير أو نحتاج إلى تنفس اصطناعي على جهاز التنفس. أحبائي بالنسبة للساينز والسيمتومز أوف هايبوكسيا، هايبوكسيا اللي ممكن تتبع اللي هو ريسبيراتوري ديستريس أند فيلير، ايرلي وفي ليت، وطبعا في عموميا للعموما للاطفال. هنا في عندي اكرونيم رات بيد فاينز، وهي طبعا كلمه تتذكروها على اساس انه ما تدخلوش انتم في لما تحفظوا السيمتومز تبعت الهايبوكسيا. ريستلسنس الار، انكزايتي الاضطراب، تاكيكارديا اند تاكيبنيا، في طبعا اللي هو هاي الرات. اما البيد بريديكارديا لما تكون ليت طبعا، اكستريم ريستلسنس، وديسنيا بتكون سيفير. الفاين فيدينج ديفيكالتيز،
ايضا مع الاطفال بشكل عموما انسبيراتوري سترايدور نيرس فلير ترجنيح الانف نتيجه اللي هو احتياج للاكسجين اكثر اكسبيراتوري جرانتنج واسترنال ريتراكشنز اللي زي ما شفنا في اللي هو الصوره. اما الريسبيراتوري ديستريس تريتمنت طبعا هي على النحو التالي: اوكسجينيشن بوزيشننج فلويد ميديكيشنز برونكودايليتورز انتي انفلاماتوري كورتيكوستيرويدز. البوزيشننج هو يعتبر اول شيء مع الاكسجين او متزامن مع الاكسجين، فاول شيء احنا بنريح المريض. وفي ان شيء اسمه الكومبريهنشن سايكل بريكنج اللي هي السايكل اللي بيدخل فيها المريض ضيق النفس لانه بيكون عبارة عن غريق، والغريق بده قشة والقشة هي الامل. فاذا احنا مسكنا ايد المريض اللي عنده ديستريس على طول بيرتاح، وهذا يعتبر 50% من العلاج، وهذا ممكن يكون نحققه بالبوزيشن ان نمسكه ونطمنه نعمل له كالمينج. يبقى بنعمل له كالمينج هولد هيز هاند بوزيشننج اوكسجينيشن فلويد ميديكيشنز برونكودايليتورز انتي انفلاماتوري اف بريزنت كورتيكوستيرويدز. ثانك يو. Because children are our future, we must care.